بسم الله نبدأ. أيها السيدات والسادة، يسعدني أن أخاطبكم بمختلف قاماتكم السامية في ندوتنا الحوارية حول العدالة الانتقالية، التي نبدأها بداية بالاستماع إلى النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. الفاتحة. نحن هنا اليوم لنناقش دور العدالة الانتقالية التي لا تتحقق إلا بشروط يتقدمها أن يقتنع المجتمع والحكومات بأن العدالة الانتقالية هي المنقذ والذي يخرجنا من النفق المظلم. نبدأ ندوتنا الحوارية بكلمة الأستاذ الدكتورة سلوى أحمد ميدان، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك، فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة عميدة كلية الهندسة المحترمة الأستاذة الدكتورة تشلنج أكرم، السادة أعضاء الهيئة التدريسية المحترمون، الحضور الكرام، كل حسب وصفه، طبكم وطاب نهاركم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العدالة الانتقالية من الموضوعات المهمة والضرورية التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً ومهماً في ظل الدراسات الإنسانية بشكل عام والقانونية والسياسية بشكل خاص، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية الانتقال السياسي الديمقراطي ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وهي ضرورة لازمة لإعادة بناء النظام السياسي في الدولة على أسس قانونية وتعددية سياسية راسخة للسير قدماً نحو مستقبل يفضي إلى تصفية شاملة ونهائية لكل نزاعات الماضي، فهي السبيل الذي يضمن تحقيق العدالة والإنصاف والانتقال من ماضي مؤلم إلى مستقبل مشرق إن شاء الله. ومما لا شك فيه أن تناول موضوع العدالة الانتقالية إنما هو تسليط الضوء على المجتمع العراقي بعد سنة 2003، وهنا لا بد من التركيز على قضية مهمة ألا وهي المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة، وبيان الآليات الخاصة بتطبيقها، فضلاً عن بيان أسباب تعثرها، وهذا لا يأتي بسهولة بل يتطلب استقراء الوضع العراقي وقراءة شخصية الفرد العراقي بشيء من التفصيل والتحليل. بإذن الله تعالى سوف تكون هذه الندوة الانطلاقة الأولى نحو المزيد من الدراسات والنشاطات المستقبلية بين كليتنا والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإن أبواب كليتنا مفتوحة دوماً لمزيد من النشاطات والفعاليات من هذا القبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتورة سلوى أحمد ميدان، عميدة كلية القانون، على هذه الكلمة القيمة. والكلمة الآن للأستاذ أمعان إحسان، رئيس مركز تركمانلي للدراسات والتطوير، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيدة عميدة كلية القانون المحترمة، السادة الأساتذة المحترمون كل حسب مقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أود أن أقدم شكري وامتناني للأخوة الأساتذة وكل من دائب على عقد هذه الندوة الحوارية التي تتناول قضية استراتيجية عدالة الانتقالية بجميع محاورها وأبعادها التطبيقية. ونعلم جميعاً إن قوانين العدالة الانتقالية هي أداة من أدوات لترسيخ الديمقراطية وأساس المساواة والعدل المجتمعي وجبر الضرر. ولأن العراق عاش فترات طويلة تحت سطوة الأنظمة الدكتاتورية والحروب الأهلية والاقتتال الداخلي لسنوات طويلة، وما تسببت به المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش شرخاً في أمن وسلامة المجتمع العراقي، لذا فإننا كشعب أو منظومة إدارة الدولة بحاجة فعلية في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية دون الانتقائية والازدواجية في المعيار الأثيني والمذهبي والجغرافي. نحن في مركز تركمانيا للدراسات والتطوير التابع لمؤسسة تركمانيا للتنمية والإعمار نجري أبحاثاً والدراسات حول هكذا قوانين التي تسهم في بناء عقيدة الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطن ومراعاة حقوق المكونات العراقية بكل أطيافها وألوانها. إن مثل هذه الندوات والحوارات العلمية لابد أن تفتح أفقاً فكرية جديدة وبشكل أوسع وتطور في تطوير نهج هذه القوانين التي لها تأثير عميق على أفراد المجتمع بشكل خاص، والرقي في إدارة الدولة وتعزيز أسس الديمقراطية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة بحق الفرد العراقي مستقبلاً وبناء دولة تحترم حقوق الإنسان في تعامله. مرة أخرى أشكر كل من ساهم في عقد وإنجاح هذه الندوة، وأخص بالذكر عمادة كلية القانون في جامعة كركوك وجميع منتسبيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذ معان إحسان رئيس مركز تركمانيا للدراسات والتطوير. إذن العدالة الانتقالية لها آليات، بعضها قضائية والأخرى غير قضائية. لكي نتعمق بهذا الموضوع أكثر أدعو الأساتذة الدكتور المتمرس فريد جاسم القيسي والدكتور عز الدين المحمدي والدكتور مراد صائب لإدارة وبداية هذه الندوة الحوارية، فليتفضلوا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في رحاب كليه القانون والعلوم السياسيه في هذه الندوه العلميه التي سوف تكون برعايه السيد فريد عكرفو الاستاذ الدكتور صباح احمد اسماعيل المحترم وباشراف السيده عبيد كليه القانون والعلوم السياسيه الاستاذ الدكتور سلوى احمد ميدان المحترمه، وبالتعاون مع مركز تركمانيا للدراسات والتطوير. هذه الندوه الحواريه سوف تكون بعنوان استراتيجيه العداله الانتقاليه وضمانات حقوق الانسان. كما هو معلوم لحضراتكم ان مفهوم العداله الانتقاليه حديث الطقوس، إذ إنه يرتبط أساساً بمعالجة قضايا الخطر الخطير والتجاوزات التي تتعرض لها حقوق الإنسان من خلال الصراعات والأوضاع الناتجة عن العنف واستعمال القوة في المجتمعات التي هي في طور التحول الديمقراطي. أكتفي بهذا القدر وأدع المايك الآن للدكتور فريد لكي يغني مسامعنا في محاضرة قيمة حول مفهوم أو استراتيجية العدالة الاجتماعية. الحقيقة أنا ما جاي أسرد شنو هي العدالة الانتقالية، شنو تعريف العدالة الانتقالية، وهذه خليها على جانب لأن هي أوريدي موجودة معروفة لأغلب الناس. والعدالة الاجتماعية والعدالة والمساواة كلها هي كلها تصب أو هي ملاحق للعدالة الانتقالية. أنا أبدأ من مقولة جدا مهمة كتبها القس ديسموند توتو في جنوب أفريقيا،
كتب عبارة متكونة من 6 كلمات على جدار داره، وقال بيها: كيف نحول الأخطاء البشرية عدلا بشريا؟ شوف هذه العبارة وراها فكر. هي مو ظاهرة صوتية كما هو الحال في دول العالم الثالث، وراها فكر مستقبلي تقدمي بنائي. يريد يسوي مجتمع جديد، يريد يتجاوز المشاكل الموجودة في المجتمع، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. فكيف نحول الأخطاء البشرية إلى عدل بشري؟ جنوب أفريقيا كلكم تعرفوها كانت أسوأ من الوضع اللي عاش العراق. كان عندهم الأبرتايد، التمييز العنصري، والمقابر الجماعية، والأسود يقتل الأبيض والأبيض يقتل الأسود. لكن شوف هذه العبارة وما اتمتع به القادة السياسيين هناك من عقلية تحليلية نقدية مستقبلية. خلال 4 سنوات جنوب أفريقيا انتقل من هذه الفوضى إلى مجتمع مستقر الآن يحترم من قبل جميع العالم، ولا كان جنوب أفريقيا منبوذ من قبل العالم، الأمم المتحدة وكل دول العالم. الآن نيلسون مانديلا من توفى العالم كله راح يشيع جنازته. يعني أنت كفرد، أوكي، كفرد من تأخذ حقك، وكمجموعة من تأخذ حقك، أنت بعد تكون متهيئ نفسياً للمصالحة مع الآخرين. نتائج كثيرة موجودة في المجتمع، أو حالات كثيرة موجودة في المجتمع التقليدي، منها المهيئات، ومنها أيضاً موضوع الغنيمة أيضاً موجود، يعني مجتمع غنائمي. هذا أيضاً بسلبيات كثيرة تنعكس سلبياً على موضوع العدالة الاجتماعية. إحنا العدالة الاجتماعية المفهوم المتعارف عليه بيناتنا هو التوزيع العادل للثروات بين الأفراد والجماعات، وإعطاء الفرص بشكل متساوي أيضاً للأفراد، وهذا شيء طبيعي. لكن الفكر الإنساني المتطور توسع في موضوع العدالة الاجتماعية، بحيث أصبحت العدالة الاجتماعية تهدف شنو؟ إلى تكوين مجتمع كل فرد به يفكر ويعد الآخرين قيمة إنسانية متساوية. شوف شلون الفكر لا يتعمق، يعني مو بس التوزيع العادل، هذا شيء ضروري، هذا من أيام الماركسية كان موجود، الماركسية اللينية، توزيع العادل للثروات. بس الآن الفكرة تعمق أكثر، يقول لا، لازم كل فرد يفكر ويعد الأفراد الآخرين قيمة إنسانية متساوية. إلى وصلنا لهيجي مستوى يعني راح تخف الكثير من المشاكل الموجودة في المجتمع. إحنا ولو جتيني ورقة المجتمع العراقي، يعني نسأل سؤال: أين يقع المجتمع العراقي في سلم أو جدول التنوع والانصهار؟ أكو جدول إذا ممكن نقدر نعرضه؟ جدول نشوف هذا يبين بأنواع المجتمعات من حيث التنوع والانصهار. المجتمعات هذه أمامكم جدول بثلاث حقول. الحقل الأول هو المجتمع التقليدي، المجتمع التقليدي أول عمود، مجتمع تقليدي. كل مجتمع، أوكي، العمود الأول مجتمع تقليدي، العمود الثاني
مجتمع تعددي. العمود الثالث مجتمع في سيفسائي، وهذا أكو كثير من الناس من يريد يمدح يقول مجتمعنا في سيفسائي، هو خطأ ترى. يعني صحيح موجود هذا المجتمع في سيفسائي، بس هو ليس إيجابيا وإنما سلبيا. هسه نحن نعرف ليش سلبي. شوف كل مجتمع من هاي المجتمعات بسمات. المجتمع المتجانس، خلينا نقول عليه المتجانس اولا، شنو سماته؟ بسلطه مركزيه، سلطه مركزيه مهم، بتجانس. ومن السهوله القضاء على الانحراف والتمرد. ليش؟ لان سلطه مركزيه والشعب متجانس، ماكو احد يخرج عن النظام الاجتماعي والقانوني. المجتمع التعددي ثانيا، العمود الثاني سماته شنو؟ يتكون من جماعات تحتفظ بهوياتها، الا انها تمكنت من ايجاد صيغه، شوف، تؤلف بين الهويه الوطنيه والهويه المحليه. كلش مهمه، مجتمع متعدد، ولكن هذه الجماعات تمكنت من إيجاد صيغة تؤلف ما بين الهوية الوطنية والهوية المحلية. يعني ما عندنا مشكلة، هم ندخل بالانسجام، وبها دولة مركزية وتعتمد على نظام تربوي موحد. نظام تربوي موحد جيد. راح نجي على المشاكل وين؟ بالمجتمع الفسيفسائي، بجماعات متعددة تغلب هوياتها الخاصة على الهوية العامة. أول مشكلة، العلاقات بين الجماعات تتراوح ما بين التعايش والنزاع، مرة متعايشين مرة متصارعين، عدم القدرة على الاتفاق على القضايا المصيرية التي تخص المجتمع، وجود فروقات، شوف وجود فروقات في الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية، وهي مشكلة كبيرة. هذا يتؤدي إلى فشل أو تلكؤ العدالة الانتقالية. الفروقات، اعتماد نظام تربوي متعدد، مشكلة أخرى. طيب، من هذا من حيث التنوع. من حيث الانصهار، شوف الانصهار وين؟ الانصهار موجود في المجتمع المتجانس، يعني الناس العلاقات الاجتماعية منصهرة في المجتمع المتجانس. في المجتمع المتعدد الانصهار يرتقي إلى حد التعايش، وهو جيد. يعني الناس على مختلف فئاتهم القومية والدينية والمذهبية، إلا أنهم متعايشين لأنه قدروا يتفقون على صيغة موحدة. الانصهار، ما أكو انصهار بالمجتمع الفسيفسائي، أكو ما بين التعايش والنزاع، وهذه مشكلة كبيرة. هذا موجودة في العراق، العلاقات بين التعايش والانصهار. شوف، من ننظر إلى المجتمع الفسيفسائي، ما نجد بي أثر للعدالة والمساواة، ماكو أثر بي، كل مشاكل. هذا مثل التقسيم النفس البشرية وفق النظرية الفرويدية. اي بس ممكن اخر، اي ممكن، يعني مثل الـ 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 العقل الباطني اللي يسموه الايد. كل المشاكل من هاي المنطقة بس بالانسان، وكل السلوك المنحرف يطلع من العقل الباطني اللي هو الايد. بس من يسيطر عليه؟ الايجو، العقل المدرك الواعي، واكو السوبر ايجو الضمير المجتمعي.
إذا هنا أنا أشوف المجتمع المتجانس، ما يصير نقول مجتمعنا في سيف سعيد دير بالكم لأنه بمشاكل كثيرة. إحنا نأمل وإن شاء الله بجهودكم أنتم نخبة المجتمع إن شاء الله يوصل المجتمع إلى مجتمع تعددي متعايش. الحل أخيرا دكتور مراد ما يخالف، الحل شنو؟ يعني واحد يسأل الحل شنو؟ يعني الطريق للحال للوصول إلى العدالة الانتقالية موجود أدنى. أولا الدين الإسلامي مليء بالتسامح والعدالة والمساواة، حتى الرد على الجماعة يقولون ليش إحنا نباوع على تجارب العالم وإحنا أدنى الدين الإسلامي كل تسامح وكل عدالة وكل مساواة، وعندنا خيرين طبقة أكاديمية محترمة وعندنا كوادر كفوءة جدا أستعين بهم، عندنا رجال دين وعندنا من القضاء وعندنا حتى من السياسيين الممتازين، هذول كلهم أنا شنو أنا أعتبرهم نخبة، بس هاي النخبة لازم تمشي وفق أمثولة. الأمثولة هي شنو؟ وجود فكر عالي مثالي يأمن به الجميع ويسير وفق هذا المثولة حتى يصل إلى الأهداف. نحن نتكلم عن حقبة ما بين 2003 إلى 2021 ما يقارب 18 سنة. هل من المعقول أنه خلال 18 سنة هذه الفترة الانتقالية لم تنتهي؟ 18 سنة العدالة الانتقالية لم تستقر؟ سؤال يحتاج إلى إجابات كثيرة. والآن لدينا ضيف كريم آخر، حقيقة السيرة الذاتية والعلمية التي أمامي أيضا سيرة غنية لا أعلم ماذا أقرأ منها. المستشار الدكتور عز الدين المحمدي، مواليد كركوك عام 1962. المستشار الدكتور كان يشغل سابقا رئيس مجلس مفوضات الانتخابات العراقية في المرحلة الانتقالية من الفترة 2004 إلى الفترة 2007 بدرجة وزير. يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة كركوك، يحمل درجة الدبلوم العالي في الدراسات القانونية القاهرة، ماجستير في الدراسات القانونية القاهرة 2011، دكتوراه في القانون الجنائي من القاهرة عام 2013، الأمين العام لمعهد كركوك لدراسات حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للفكر الإنساني للإعلام والثقافة والقانون. حقيقة القائمة تطول، معذرة دكتور السيرة غنية، الوقت لا يسعفنا. والآن نعطي المايك للدكتور المستشار عز الدين المحمدي لكي يلقي محاضرته بعنوان استراتيجية العدالة الجنائية، فليتفضل مشكورا. نبدأ باستراتيجية العدالة الانتقالية، وأنه هذه الاستراتيجية هي بعيدة المدى في أي دولة من الدول التي تنتقل من النظام الدكتاتوري أو الاستبدادي أو من حالات الاضطراب الداخلي أو الحروب الأهلية إلى مصاف الدول الديمقراطية المستقرة. نشوف العدالة الانتقالية مفهومة شنو بشكل عام، أنه تشير العدالة الانتقالية إلى حقل من النشاط أو تحقيق يركز على المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً من الانتهاكات لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية وإشكال أخرى من الانتهاكات تشمل الجرائم ضد الإنسانية والحرب الأهلية، وذلك من أجل بناء مجتمع ديمقراطي مستقبل آمن. هذا مفهوم العام للعدالة الانتقالية. وهناك تجارب كثيرة في دول العالم. أنجح تجربة كانت في جنوب أفريقيا، حيث كانت هذه التجربة لها أرضية في موضوع كيف يتم تحقيق العدالة، أهم شيء كيف يكون تحقيق العدالة. وبالأساس أنه يمكن إدراك المفهوم من خلال عدد من المصطلحات
وأهمها إعادة بناء الاجتماعي أو المصالحة الوطنية وتأسيس لجان الحقيقة والتعويض للضحايا وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبا ما ترتبط بها الشبهات أثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش. زين، مفهوم العدالة هي مرتبط على مفهومين هما العدالة والانتقال. ما معناه العام انه احنا عندنا فترة انتقال يجب ان ننتقل بأمان من فترة اللي وصفناها بأنه فترة حكم استبدادي دكتاتوري وكانت هناك ضحايا كثيرة لهذا الحكم إلى نظام حكم ديمقراطي يتسم بكل مقومات حقوق الإنسان والسلامة للإنسان وكذلك حفظ كرامة الإنسان في هذه الدولة أو تلك. نجي إلى سؤال نطرحه جميعا، إنه هذا السؤال يقول كيف نحمي المجتمع من الإجرام وانتهاك حقوق الإنسان ونطور هذه الحماية بوسائل تحفظ كرامة الفرد وتصون حريته. هذا كل إنسان من عندنا كإنسان أنه يتمنى أنه يعيش في بلده وفي مجتمعه أن يكون كرامته محفوظة وحريته مكفولة وفقا للقانون ووفقا للنظم الاجتماعية في الدولة حتى يكون آدميته وإنسانيته تكون محفوظة في المجتمع. ونجي إلى محاور تطبيق العدالة الجنائية. احنا عندنا العدالة الانتقالية حقيقة أربعة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى العدالة الانتقالية العدالة الجنائية الانتقالية. الاستراتيجية الثانية استراتيجية العدالة الاجتماعية واستراتيجية العدالة الاقتصادية واستراتيجية إصلاح الضرر. كل حكم استبدادي يكون هناك ضحايا، وفي الانتقال إلى المرحلة الانتقالية إلى الحكم أو النظام الديمقراطي يجب أن يكون هناك إصلاح لما تم تخريبه في النظام السابق من العرف الاجتماعي ومؤسسات الدولة وحتى كرامة الإنسان وحقوقه. لذلك محاور تطبيق العدالة الجنائية نحن الآن نتحدث فقط في استراتيجية العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية خاصة الجانب الجنائي. أولا المحاكمات العادلة وهي أهم محور من آليات العدالة الانتقالية. في كل دول العالم اللي تحولت باستراتيجية العدالة الانتقالية إلى النظام الديمقراطي بدأت أولا بلجنة التحقق، لجنة التحقق، وهذا مرحلة مهمة جدا. هذه اللجنة يتم تشكيلها من أطراف مستقلة ليست لها علاقة لا بالنظام السابق ولا بالناس اللي هم كانوا يعتبرون نفسهم في المعارضة وأخذوا الحكم الجديد بعد التحويل بعد الانتقال إلى النظام الديمقراطي. هناك شخصيات مشهودة لهم بالاستقلالية ومشهودة لهم بالنزاهة، يتم تشكيل هذه اللجنة ويتم عملية التحقق. وكلمة التحقق نعني ماذا حصل. تعرفون حضراتكم استراتيجية العدالة الانتقالية في العراق قانونا اعتبروها من يوم 17 تموز عام 1968 بعد استلام حزب البعث السلطة في العراق، لكن قسم من الأحزاب السياسية حقيقة طعنت بهذا القانون وقال بأنه الحزب البعث استلم السلطة في مرحلتين. المرحلة الأولى كان في عام 1963 لمدة 8 أشهر استلم الحكم، وبعدين في الفترة اللاحقة في 17 تموز 68 استلم السلطة. لذلك
فالعدالة الجنائية خاصة العدالة الجنائية الانتقالية في العراق بدأت فترتها أو تم التحقق من فترتها بهذه الفترة من 63 إلى لمدة 8 أشهر، وبعدين من 17 تموز لغاية 9 نيسان بانتهاء حكم نظام السابق. لكن المشكلة الأساسية عندنا في العراق إنه هذه اللجنة لم تشكل ولم تتحقق من أي شيء حصل ومضت عليها. لذلك فكل الأمور واستراتيجيات العدالة الانتقالية اللي طبقت في دول كثيرة، جنوب أفريقيا، في رواندا، خاصة المحاكمات اللي صارت في يوغوسلافيا السابقة، في جنوب أفريقيا، هذه جاءت المحاكمات ما بعد نتائج التحقق. احنا بالعراق ماكو لا لجنة تحقق، ما حد عرف ايش صار ايش ما صار. المهم بوجود طبعا الاحتلال الامريكي، لانه النظام السياسي السابق لم يسقط داخليا، واما سقط بفعل قوة خارجية اللي هو الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق في 9 نيسان. الاجواء كانت ضبابية في العراق، الجيش حل بقرار من برايمر وكل القوات الأمنية حلت، يعني الدولة أصبحت لا دولة، يعني ما كانت هناك ملامح الدولة بعد سقوط النظام السابق نهائيا. لذلك فكل الأنظمة خاصة احنا عندنا المؤسسات الدولة كانت منتهية، يعني حتى المحاكم لا توجد، مؤسسات الدولة لا توجد. لذلك فبدأت الأشخاص الموجودين أو اللي اعتمد عليهم الاحتلال الأمريكي بوضع مخططات لبناء هذه المؤسسات شيئا فشيئا، ولكن لا توجد هناك أي تحقق من ماذا حصل، والمظلومية لمن، ومن هم الضحايا، ومن هم أدوات القمع التي حصلت في النظام السابق. لذلك المحاكمات العادلة يجب أنه تأخذ مجراها بشكل طبيعي وقضائي. ففي بداية الأمر العراق كان في وقته، أنا كنت موجود في بغداد، أنه أياد علاوي رئيس وزراء المؤقت قدم طلباً للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الأمر بعدين تم سحب الطلب وتم تحقيق أو تشكيل المحكمة الجنائية العراقية الخاصة لمحاكمة رموز النظام السياسي السابق. وكما تعلمون وجميعنا نعلم ماذا حدثت في هذه المحاكمات وهذه الرموز التي تم محاكمتها، وبالتالي الحكم عليهم قسم من عدم الإعدام أو قسم من عدم في سنوات المؤبدة. لكن عمليا لم تتحقق الأمر، يعني ما نعرف هل أنه هؤلاء فقط اللي تم محاكمتهم في المحكمة الجنائية هم الذين قمعوا العراقيين خلال هاي الفترة الطويلة بس هم كانوا، أم كان هناك أشخاص آخرين ولكنه تم إفلاتهم من المساءلة ومن المحاكمة. وأنا شخصيا سألت عندما كنت أحضر دكتوراه في القانون في العدالة الجنائية الانتقالية، سألت السيد عبد الستار بيرقطار اللي هو حاليا أيضا هو المتحدث الرسمي باسم المجلس القضاء الأعلى في العراق، قلت استاذ عبد الستار هل انه هذول الاشخاص اللي تم محاكمتهم المحكمة هم هذول الاشخاص كانوا فقط؟ قال تعال عندنا مخزن في المجلس القضاء الاعلى، هذا المخزن مليان بالدعاوى اللي تم تقديمها من قبل المواطنين المتضررين من الفترة الماضية،
ولكن لم يؤخذ بهذه الدعاوى وحقوق ذهبت سدن. وتعرفون بعد محاكمتهم أغلقت ملف المحكمة الجنائية العراقية، لذلك لم تتحقق الشرط الأساس لنجاح استراتيجية العدالة الانتقالية اللي هي تشكيل لجنة التحقق. الشيء الآخر، عندنا إصلاح النظام القضائي ودعم وتطوير استقلالية السلطة القضائية. في أي دولة من الدول العالم عندما لا توجد هناك حكومة قائمة يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس الجمهورية مؤقتا، لمكانة القضاء في أي دولة من دول العالم باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة وحفظ حقوق الناس. لذلك في حينها لم تكن هناك مؤسسات قضائية موجودة، لأنها كلها مؤسسات تم إنهاء دورها في المجتمع العراقي تحت الاحتلال. نجي إلى القانون الدولي والتزاماته. طبعا عندنا احنا القانون الدولي يكون ملزم لجميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، من ضمنها قانون حقوق الإنسان، وعندنا اتفاقيات جنيف الأربعة، وأيضا اثنين من الملحقين الأولى والثانية للاتفاقية. وكذلك يجب أنه كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو متابعة، وكحد الحاق عقوبة غير قضائية لا تتنافى كثيرا مع حجم جريمة حقوق الإنسان. إحنا هذه الأمور حقيقة ما صارت في العراق أثناء المحاكمات، لكنه تمت المصادقة على الصعيد الدولي على أغلب المعاهدات الإقليمية والدولية التي تؤكد صراحة على هذه الالتزامات. فالعراق المفترض كان يجب أن يكون ملزم عليها في هذه الاتفاقيات أنه يحترم ما كانت عليها من واجبات وما كانت لها أيضا من التزامات الدولية، لكنه لأن العراق الحكومة العراقية لم تكن لها وجود، الأمر بقى أمام السلطة المدنية للاحتلال. هم كانوا يعني التزاماتهم الدولية هم كانوا يبحثوها ويعملون على إيجاد مخرج منها، لكن الأساس اللي هو العراق وحكومة العراق لم تكن لها حقيقة أي علاقة بهذه الالتزامات الدولية. Bugün Türkmen ili araştırma ve geliştirme merkezi ortaklıkla hukuk fakültesiyle bir huvanede düzenledi. O da geçici adalet üzerine. Adal intikali fil Irak 2003 senesinden sonra. Bildiğiniz kimin bu konu çok mühim bir konudur. Yani geçici adalet ne demektir? 2003'ten sonra biz yeni bir demokrasi bir nizama döndük Irak içinde. Bu yıldan sonra yani mafruz bir Irak içindeki yaşadığı bizim bütün milletler, zulüm altında olan milletler, o milletlerin haklarını yerlerine döndürmek bir daha. İşte bu ne de oğları bahsetti. Acaba bu müteakip hükümetler 2003'ten şimdiye kadar bu görevi başarı etti yoksa etmediler. Tabi bunun cevabını çoktu. Bir kısmı kanuniydi, bir kısmı içtimaiydi, bir kısmı siyasiydi. Bütün bu konular bahs olundu. Bu nedvanın sonunda birkaç neticeye vardık. İnşallah gelecek günlerde daha fazla, daha başka bir ilmi muhtemar da olabilir yapılacaktı bu konu üzerine. بطبيعة الحال موضوع استراتيجية العدالة الانتقالية موضوع مهم جدا، خاصة في الدول التي تنتقل من النظام الاستبدادي والدكتاتوري وإلى النظام الفسحة الديمقراطية، والعراق دولة من هذه الدول التي كانت لها تجربة في الانتقال من نظام الاستبدادي والنظام المتفرد إلى النظام الديمقراطي التعددي. لذلك هذا لأهمية هذا الموضوع حقيقة قام مركز
تركمان إلى للدراسة والتطوير بإقامة وتنظيم هذه الندوة بالتعاون طبعا مع عمادة كلية القانون جامعة كركوك. وتم طرح في هذه الندوة استراتيجيات العدالة الانتقالية اللي هي 4 استراتيجيات: استراتيجية العدالة الجنائية، واستراتيجية العدالة الاجتماعية، واستراتيجية العدالة الاقتصادية، واستراتيجية إصلاح الضرر. هذه المنظومة تمثل العدالة الحقيقية لمجتمع يعني ضحى الكثير، وكانت هناك ضحايا كثيرة أيضا، وكان هناك أيضا جهات مستبدة وجهات قامت بهذه الإجرام وكذلك بكثير من الجرائم. لذلك فتجربة العراق كانت منقوصة لأنه في بدايتها لم يتم تشكيل لجنة تحقق فيما حصل خلال هاي الفترة 35 سنة من حكم النظام السابق. لذلك فالأمور باتت والمؤسسات باتت يعني لم تعرف أهمية العدالة الانتقالية وتطبيقاتها الأصلية وتطبيقاتها وفقا للمعايير الدولية. لذلك فكانت هناك حقيقة تخبط في مؤسسات الدولة، لم تكن هناك احترام سيادة القانون في تطبيق هذه السيادة. نعم تم تأسيس بعض المؤسسات اللي كانت لزاما على الدولة تأسيسها وفقا للعدالة الانتقالية، اللي هي مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، مؤسسة المنازعات العقارية في العراق، وهناك مؤسسات أخرى خاصة هيئة النزاهة، هيئة المساءلة. هذه كلها موجودة حاليا، ولكن عملها لم تكن قانوني بشكل كامل، لأن هناك كثير من أصحاب الحقوق لم تأخذ حقها وفقا للقانون، وهناك أيضا أشخاص قد أخذوا كثير من أموال الدولة ولكن بدون وجه حق، لأنه المحسوبية والمحاباة كانت له دور في هذه العملية. لذلك فاليوم في هذه الندوة نحن كشفنا كثير من الأمور خاصة في استراتيجيات العدالة الانتقالية حتى نعرف ونفهم أين نحن أخفقنا في العراق في موضوع تطبيق العدالة الجنائية وأين نجحنا. وكذلك سيتم بعد هذه الندوة تشكيل لجان فرعية متخصصة من القانونيين لوضع توصيات ووضع معالم هذه الاستراتيجيات لنوضح ونضع الحروف على النقاط، النقاط على الحروف، كيف يتم صياغة القوانين خاصة على المجلس النواب القادم، وكيف يتم تحقيق العدالة الحقيقية وحقوق الإنسان في العراق. جامعة كركوك كلية القانون ده بيجبرنا دو يبطخ ندوة حقوق الإنسان العدالة الإنسانية، فبندوة ده أرخدشلار قانشتوخ كي نيلر يبخ كي إنسانين حقوقه مضمون olsun. Aynı zamanda insanın nece kıymeti, izzet nefsi kerameti kalsın. Ve bunun üstüne Doktor Ezzeddin konuştu, Doktor Kays, Ferid El-Kays'ı konuştu. Başka öbür arkadaşlar da konuştuk ki insanın kıymetini döndürek. Çünkü bildiğimiz gibi biz bir zırhta yaşırık. İndi insana kıymet verilmeyip, kanun tatbik olunmayıp, adalet yoktu. Ve bu nedveler yoluyla inşallah bir tavsiyeler oldu ki bu memleketimizi döndürek aynı evvelki yola düz kanunu tatbik etsin, insanın hukuku olsun, zamanı olsun. Bu mevzuunda neler var idi? Kim yaptı özü? Merkez Türkmenleri Lidirasat ve Tatvir. Taun şeyden oldu, Kulek Kanunu'ndan. O zaman da bunun konuşmamız ne konuları ele aldık? Konuları bir strateji, adalet intikalinin ne kadar tenfiz olup Irak'ta. Ve biz de kendimize, özümüze, Türkmen bile ne kadar tenfiz oldu Türkmen üzerine. Mesela eski kararatlar çıktı. Saddam vakti, Türkmenler böyle edebilmezler, Türkmenler tayin olmazlar, filan olmazlar. Acaba bunların hakları adalet intikaliye girer mi, yoksa yok? İnşallah biz de bu konuda yapacağı bazı müdahaleler oldu işlerde. Dediler ki yara kanun çıksın, hatta onu ilave etsin, yalla meşmul olduk adalet intikaliye de. Eğer olduysa da çok iyi olur Türkmen milleti için.